بصورة عامة فريقنا جيد، استعداد جيد، التحق قبل يومين لهواري طويل أيضا من إجازته، وأيضا زاهر ميداني كان مجاز. إن شاء الله ننتظر الفيفا داي تخلص، أيام الفيفا داي، ويرجعون اللاعبين يلتحقون والفريق يكتمل بصورة أحسن وأفضل. اليوم مباراة ودية، أعتقد ردناها مباراة تجريبية قبل مباراة الديوانية، تعرف فترة من أسبوعين ما تلعب مباراة راح تأثر على اللاعبين. اليوم خذنا مباراة مع نادي الزوراء، تعتبر تهيئة لمباراتنا في دوري الدرجة الثالثة، لأن راح نلعب على ملعب عشب طبيعي، وإحنا أكثر تمارين بملعب اصطناعي، فمباراة صح بيها جهد عالي، لأن تلعب مثل فريق مع الزوراء، فريق دوري النخبة وفريق رابع أو ثالث بالدوري من الفرق المتميزة. في المباراة استفادينا احنا اكثر شيء من المباراة. الفائدة من المباراة، احنا مباراة تحضيرية، تعرف عندنا دوري درجة ثالثة، ومهم اللاعبين عندهم لاعبين بعدهم شباب، هم استفادين من اللعبة والحمد لله.